الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخواني وأخواتي، مضى الثلث الأول من شهر رمضان المبارك وتبعه الثلث الثاني، ونحن الآن في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك. وكما قيل قديما: أحبب من شئت فإنك مفارقه. حانت واقتربت ساعة الفراق مع هذا الشهر الكريم. أدعو الله عز وجل أن يختم لنا هذا الشهر بخاتمة الخير، وأدعوه عز وجل أن ينعم علينا برمضان آخر مع الصحة والعافية والخير. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه إخواني وأخواتي، ونحن نستعد لتوديع هذا الشهر واستقبال شهر شوال، هو: ما سيكون عليه حالنا بعد رمضان؟ أي وجهة سنتجه؟ وأي طريق سنسلك؟ وعلى أي حالة سنكون؟ والناس في تقديري بالنسبة لرمضان هم ثلاثة أصناف: صنف كان على خير قبل رمضان، فجاء رمضان وفزاده خيرا إلى على خير، كان يقرأ رمضان قبل رمضان فزاد أو فزادت قراءته للقرآن في رمضان، كان يغشى المساجد قبل رمضان فازدادت زيارته وزاد تعلقه بالمسجد في رمضان، كان كثير العطاء قبل رمضان فزاد عطاؤه في رمضان، فكان على خير وزاده رمضان خيرا على خير. ويمضي رمضان ويستمر هذا الصنف على ما كان عليه، وقد قويت عزيمته وعلت همته، ويستمر على هذه الحال إلى أن يأتي رمضان آخر. هذا صنف من الناس، أدعو الله عز وجل أن يجعلنا منهم. صنف آخر كان قبل رمضان يعيش عيشة غير مرضية، عيشة الفسق وعيشة المعصية والبعد عن الله عز وجل، فيأتي رمضان فيوقظه من غفلته فيتوب إلى الله عز وجل،
وينصلح حاله ويحب الخير وفعل الخير ويبغض كل ما يرضي الله عز وجل، ويستمر بعد رمضان على ما اعتاده في رمضان من فعل الخير، ويتجنب ما كان عليه قبل رمضان، فيكون رمضان فاتحة خير له، يكون رمضان بداية صفحة جديدة في حياته. هذا صنف آخر. وهناك صنف ثالث يكون على حال غير مرضية قبل رمضان، فيأتي رمضان فيقلع عما كان عليه ويسرع في فعل الخيرات، ولكنه سرعان ما ينتهي رمضان يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان. وحال هذا كحال ذلك الشاعر الذي قال فور انتهاء رمضان: رمضان ولى هاتها يا ساقي، أي يا ساقي الخمر، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. امتنع في شهر رمضان عن الخمر، وسرعان ما انتهى رمضان حتى عاد إلى تناول تلك الكأسة. نعم، هناك ناس قد تختلف أحوالهم، لكنهم بمجرد أن ينتهي رمضان تنتهي علاقتهم بالقرآن، تنتهي علاقتهم بالمساجد، تنتهي علاقتهم بفعل الخير. هذا الصنف صنف ندعو الله عز وجل ألا يجعلنا منهم. وقد كان السلف يقولون: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. والرباني هو الذي يعبد الله عز وجل في كل حينه، وجهته ربانية، فهو يعلم أن الله رب رمضان، وهو رب شوال، وهو رب ذو القعدة، وهو رب ذو الحجة، رب كل شهر وكل يوم وكل لحظة، فهو دائما يسعى لمرضاة الله عز وجل في كل أوقاته وفي كل حينه. أما الرمضاني فهو الذي يعيش في غفلة طول أيامه، ولا يستيقظ من غفلته إلا في رمضان. إخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى في سورة النحل يذكر لنا مثالا نحن بحاجة لنتأمله ونتدبره. يقول عز وجل فيما يتعلق بمن ينكث في أيمانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي لا تكونوا مثل تلك التي تقضي يومها في الغزل ثم تأتي في آخر اليوم فتنفض كل ما غزلته في يومها. لا نريد أن نكون مثل هذه المرأة، لا نريد أن نكون كمن يقضي رمضان في الصوم والعبادة والذكر ثم بعد رمضان ينفض كل خير سعى إليه وكل خير أنعم الله به. تذكر كتب السيرة قصة امرأة كانت تقيم في مكة تسمى الجعرانة. هذه المرأة قالوا كانت مرأة فيها شيء من الحمق، كانت تبدأ يومها بالغزل ومعها بعض جواريها يقضين يومهن لساعات طويلة يغزلن، وفي نهاية اليوم يأتين فينفضن كل ما قمن به من عمل.
لا نريد أن نكون مثل هذه المرأة، نريد أن نؤسس ونبني على رمضان. في شهر رمضان امتنعنا عن كثير من الشوائب، امتنعنا عن كثير من العادات السيئة، لنستمر على ذلك المنوال. ولا ندري، لعل رمضان هذا العام هو آخر رمضان لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. إخواني وأخواتي، رمضان فرصة، فرصة لفتح صفحة جديدة. في رمضان استطعنا أن نتحكم في عاداتنا وفي سلوكنا وفي غرائزنا. هذه القوة التي اكتسبناها في رمضان، قوة الإرادة والعزيمة، ينبغي أن نبني عليها، فنمتنع عن كل العادات السيئة التي اكتسبناها على مر السنين وهي كثيرة. ولعلي هنا أشير إشارة سريعة إلى عادة من العادات الضارة، وهي عادة التدخين، والتي يتساهل فيها كثير من الناس، والتي أصدرت كثير من الهيئات فتاوى معتبرة بتحريمها لما فيها من أضرار بالغة. في رمضان استطاع الواحد أن يمتنع عنها لساعات طويلة. هذه فرصة للإقلاع عن هذه العادة السيئة، عادة اجتمع فيها كل السوء، تدمر الصحة، تبدد المال، تؤذي من حولك من الناس. كنت أحدث مدخنا وكان يقول لي: أنا وزوجتي ندخن ونصرف كل شهر ما يقارب $700. $700 ما يقارب 8,000 في العام. والمؤسف إخواني وأخواتي، هذا المبلغ الذي يصرف لا يصرف في أمر يعود على الإنسان بالنفع، بل الإنسان يدفع هذا المبلغ لكي يدمر صحته ويعكر حياته. فرمضان قد أعطانا فرصة للتخلي عن العادات السيئة، ومنها عادة التدخين وما يتبع عادة التدخين من الشيشة وغيرها مما لا فائدة فيه بتة لصحة الإنسان. وكذلك عادة القات الشائعة في أجزاء من صوماليا واليمن وجيبوتي وبعض أطراف الحبشة. هذه العادات وغيرها أنا ذكرتها كأمثلة وهي كثيرة. رمضان يعطينا فرصة للتخلص منها. عادات تضر بالجسم، تضر بالنفس، تضر بالعقل. ينبغي أن نستغل فرصة رمضان، نبني على الإرادة والعزيمة التي كوناها في رمضان، لنتخلص من كل هذا ونتجه وجهة جديدة، ونفتح صفحة جديدة، ونجدد حياتنا، ونجعل ما تبقى من عمرنا عمرا مباركا سعيدا، عمرا نرضي فيه الله عز وجل، ونسعد فيه أنفسنا ومن حولنا. إخواني وأخواتي، أذكركم بزكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، حتى الطفل الذي يولد ليلة العيد لابد أن يدفع عنه، لابد أن يدفع عنه والديه زكاة الفطر، وهي مقدرة في مدينتنا هنا بـ10 دولار للفرد،
ولا بد من إخراجها قبل صلاة العيد، ويمكن إخراجها في أي وقت في شهر رمضان بشرط أن تكون قبل صلاة العيد. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا طاعاتنا، وأدعو الله عز وجل أن يختم لنا هذا الشهر بخير ختام، وأدعوه عز وجل أن يبارك في عمرنا وينعم علينا بصيام شهر آخر. أدعو الله عز وجل أن يبارك لنا وفي أولادنا وفي ذريتنا وفي مجتمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.